وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. بداية، حملة دهم واسعة للأمن الإيراني في الأحواز، هل هذا هو الرد القوي والسريع والقاسم الذي تحدث عنه وزير خارجية طهران بالقبض العشوائي على الأحوازيين؟ بداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا هذا هو المتوقع من النظام الإيراني وقبضته الحديدية ضد المعارضين والشعوب غير الفارسية، وعلما أن إيران أرسلت أكثر من 20% من قواتها المسلحة في الأحواز، ومدينة الأحواز العاصمة تحاط بخمسة معسكرات كبرى للحرس الثوري، وفضلا عن التواجد الأمني الثقيل والكثيف هناك. فهذه الاعتقالات هي ضرورة لأن تصور إيران للشعب بأنها ماسكة، لا يزال تمسك زمام الأمور الأمنية، لكنه ما حصل من عملية أمس اختراق كبير أمني لهذه القبضة الحديدية، لأنه لا يمكن لأربعة أشخاص فقط يقوموا بهكذا عملية، وهذه العملية أكبر وأوسع من المنفذين فقط، يعني هناك عدد أكثر من أربعة شاركوا في هذه العملية، وإيران لم تستطع القبض عليهم إلا أن استطاعت كما ادعت تقتل اثنين من المنفذين وجرح واحد واعتقال الرابع. والمؤكد كما بين شهود عيان أنه الرمي تم من أكثر من جهة واحدة، يعني العدد الذين نفذوا العملية هم أكثر من أربعة أصلا. والنقطة الأخرى التي تتعلق بهذه العملية والتخطيط لها، من خطط لهذه العملية ونفذها هو أكثر قوة وأكثر سيطرة من الأجهزة الأمنية الإيرانية، لأنه نعلم أن أي عرض عسكري يتم تحصينه بشكل جيد وتأمينه، والعرض العسكري ليس مراسم مفتوحة حتى يستطيع كل أحد يتحرك وفق ما يشتهيه، خاصة للمنصة التي عادة يتواجد بها كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين والسياسيين. طهران زعمت أن منفذي عملية الأحواز عبروا من كردستان العراق، ما هدف طهران من إطلاق هذا الاتهام، وإلى أي حد يمكن أن تنظم تلك الاتهامات إلى تصريحها أو تنظم تلك الاتهامات إلى تصريحها أن تنظيم الدولة هو المنفذ للعملية؟ يعني هم نفوا بأنه التنظيم قام بهذه العملية كما جاء على لسان المسؤولين الإيرانيين، ليتهموا هذا بالأمس، ليتهموا دول عربية متحالفة مع الولايات المتحدة بالإشارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، لكنه اليوم بدأت تتغير اللهجة والتصريحات، مع ما أنه إيران تتوعد دوما السعودية بالرد، لكنه يعني حتى اللحظة لا توجد أي مستمسكات أو أي وثائق أو شبه وثائق حتى نقول أو مستمسك أمني لاتهام دول عربية، بل الجهة المتهمة أو الأكثر أقرب لهذه الحادثة يمكن أن تكون قوى عظمى كالولايات المتحدة. أنا لا أقول أن المنفذ هو أمريكي، بل هناك خيوط ربط ودعم نوعا ما أو توظيف لعناصر لتنفيذ هذه العملية، وإيران ترى أن التخطيط تم من داخل العراق لهذه العملية. طبعا من داخل العراق لا نقصد الجماعات الموالية لإيران كميليشيات الحشد الإرهابية، بل هناك جهات التي تعارض إيران ومنها تنظيم الدولة الذين حاولوا أو يحاولون أن يوجهوا ضربات لإيران. أنا الحقيقة أرى أن ما حصل في الأحواز بالأمس هو استمرار أو الحلقة الثانية لحرق القنصلية الإيرانية في البصرة، وإيران زرعت الرياح في العراق والآن تحصد وستحصد المزيد من العواصف داخل أراضيها، ما فعلته من الإجرام والمجازر في العراق وتدمير العراق. أنت قلت أن ما يحصل الآن أو أن ما حصل في الأحواز هو استمرار لحرق القنصلية الإيرانية في البصرة، لكن ما يعني ما يثير الاستغراب أنت أشرت إليه هو التخبط في التصريحات الإيرانية. ما الذي يخيف إيران إلى هذه الدرجة بحيث يجعلها مرتبكة إلى هذا الحد؟
شوف سيدي الكريم، إيران عليها أن ترد على هذه العملية، لأنه الآن المستهدف هو العظم الإيراني، عظم النظام الإيراني، أي القبضة الحديدية الأمنية. وإذا انهارت هذه القبضة سينهار النظام كله، لأن قائم على هذه العقلية أو على هذه القبضة الحديدية الأمنية. وإيران إن لم ترد على هذه العملية سنشهد المزيد من العمليات داخل الأراضي الإيرانية، هذا من المؤكد، والمحللون يتفقون على هذه النقطة. أما أين يكون الرد؟ هذا السؤال. النظام الإيراني يعلم جيدا أنه لا يستطيع أن يرد داخل الأراضي العراقية، لأنه سيكون هناك رد أمريكي عنيف على إيران، كما توعد البيت الأبيض الأمريكي قبل 10 أيام إيران بأنه أي ضربة أو أي استهداف للمصالح الأمريكية على الأراضي العراقية سيكون له رد عنيف أمريكي. هذا بيان رسمي من البيت الأبيض الأمريكي. إيران أمس حاولت أن تلقي اللوم على دول خليجية، لكنه يبدو أن هذه الخطة أيضا لم تفلح، أو إيران لا ترى فيها جدوة أن ترد على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج. فاليوم نرى أن لهجة طهران بدأت تتغير تدريجيا. التخبط، سبب التخبط هو أنه إيران لا تعلم أو لا يزال ليست لديها رؤية واضحة في كيفية الرد على هذه العملية، وهي مرغمة على الرد. طيب ماذا يعني استدعاء إيران لدبلوماسيين أوروبيين على خلفية هجوم واتهامها بأنها تحوي إرهابيين؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي ذلك التصرف إلى تصعيد المشهد؟ يعني إيران الآن تريد أن ترد بعيدا، خلنا نقول، أو تخطط لذلك. لكم يعني الإحصائيات الرسمية تقول أن إيران صفت ما لا يقل عن 70 من كبار قادة المعارضة الإيرانية والشعوب غير الفارسية على الأراضي الأوروبية. وطبعا ذلك لم يحصل دون ضوء أخضر أمني من قبل الأجهزة الأمنية الأوروبية. والآن إيران تريد أن تختبر أو تجس النبض إن تقوم بهكذا عملية، كما حصل مع تصفية رئيس حركة النضال لتحرير الأحواز على الأراضي الهولندية قبل عام الذي اغتيل. والآن إيران يمكن أن تقوم بهكذا عملية وتغتال زعيم أو رئيس حركة أحوازية وتقول هو هذا ردنا على هذه العملية. نعم، كنت معنا المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد مدحجي، شكرا جزيلا لك.